يعني خلال المؤتمر تكلمت عن صناعة أو إنتاج الغاز في مصر وكيف اختلف عن الفترات السابقة وإزاي وفر لينا من الاستيراد بشكل كبير. ده صحيح، الحمد لله. الحقيقة يعني استراتيجية فخامة الرئيس انه احنا نصل الاكتفاء الذاتي في كل احتياجاتنا، وكان من اهمهم موضوع الطاقة زي ما اتكلمنا قبل كده، وزي ما شفنا في كل النجاحات اللي تمت في السنوات الأخيرة، الطاقة سواء كهرباء أو وقود. لما نيجي نتكلم على الوقود فيما يخصنا هو الغاز الطبيعي والمنتجات، فلما نيجي نتكلم على الغاز الطبيعي احنا يمكن كنا من العام 2015 وحتى منتصف العام 2018 كنا بنستورد غاز طبيعي مسال بحوالي 2.5 مليار دولار في السنة. كان مبلغ كبير، كان بيرهق موازنة الدولة وكان عبء على البنك المركزي لتوفير هذه الدولارات. الحمد لله مع اكتشاف زهر الحمد لله والتسريع بإتيان هذا الكشف إلى حيز الإنتاج في أقل من 28 شهر، بدأنا بالتدريج مع نهاية ديسمبر عند تشغيل أول مراحل حقل زهر إن احنا نصل الاكتفاء الذاتي في أواخر 2018، وبدأنا كمان نستأنف التصدير. فالحال اتغير من بلد من كبرى بلاد اللي تستورد الغاز إلى إن احنا النهاردة في 2021 من الدول اللي ليها وزن في التصدير. صحيح ما احناش دولة كبيرة قوي في تصدير الغاز، ولكن لينا وزن في البحر المتوسط في تصدير الغاز المسال، وفي نفس الوقت ده جزء